قل إذا أراد المسافر أن يقصر الصلاة ثم قام للثالثة نسيانا فهل يرجع أم يكمل صلاته، وهل يسجد للسهو؟ وكذلك لو حصل هذا في قيام الليل، صلى الركعتين ثم قام للثالثة سهوا، يرجع ما دام أنه نوى القصر فيرجع ويسجد للسهو، وكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل يرجع ويسجد للسهو.